وأسئلة أيضا تدور حول زكاة الحلي الذي تلبسه المرأة للزينة، ما قول فضيلتكم بذلك وكيف تخرج؟ قد اختلف الإمام شيخنا، فمنهم من يرى أن فيها زكاة، ومنهم من يرى أنه لا زكاة فيها. والمشهور عند الفقهاء أنها لا زكاة فيها لأنها لا تنمى، وهذا يختاره شيخ الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد بن عبد الله بن حميد رحمه الله، وعليه كان يفتيان. والقول الثاني أنها تزكى، ويختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين، يختارون أنها تزكي حليها إذا بلغ نصابا، ويقدر النصاب بنحو 11 جنيها ونصفا. إذا كان هذا الذي الذهب عندها بهذا المبلغ بهذا القدر، فإنها تقومه وتزكي قيمته. وهذا هو الذي نفتي به، وذلك لقوة الأدلة، فإن هناك أحاديث مرفوعة، حديث عن عبد الله ابن عمرو بن العاص أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي بابنتها مسكتان من ذهب، فقال: أتخرجين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما. فقوله تؤدين زكاة هذا، المراد الزكاة الشرعية. كذلك حديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليها فتخات من فضة، وقالت: إني أتحلى وأتجمل بهن لك. فقال: هل تؤدين زكاتهن؟ قالت: لا. قال: هما حظك من النار، أو كما قال. فأخرجت زكاتهما. فهذان حديثان ثابتان، والأصل أن الزكاة إنما تطلق على الزكاة المالية التي هي إخراج ربع العشر. وعلى كل حال، فكل من المشايخ له نظره وله اجتهاده، وقد كتب فيها أيضا كثيرا من المشايخ رسائل، وكل منهم يختار الذي يميل إليه. أما كيفية إخراج الزكاة فإنها تقدر بقيمتها الذي تساويه الآن. فالمرأة مثلا إذا كان عندها مثلا من الذهب ما يبلغ 500 درهم، سألت: من يبيع الذهب؟ بكم تشتري هذه 500 التي عندي وقد استعملتها؟ فإذا قال: قيمة الجرام كذا وكذا، قدرت كم عندها من الجرامات وعرفت قيمتها وأخرجت زكاة القيمة.